هنا بقى كنا لسه طالعين على البحر وبنقول يا هادي. بصوا يا جدعان، البحر كان فاضي ازاي والجو كان جامد قوي. واحنا دلوقتي بقى واحنا رايحين على بحر، شوفوا بقى الحادثة حصلت ازاي. شوفوا البحر عامل ازاي، شوفوا في مراكب. وطبعا بما اننا في بحري طبعا هنتكلم عن الاسماك، هتلاقي ايدك الشمال اسماك طارق وايدك اليمين مسجد منار الاسلام. وكده احنا بالظبط جبنا اخر خط البحر وداخلين على القلعة، ودول الصيادين بقى قاعدين عند الجامع بيبيعوا السمك. وهنا بقى كنا بنتسابوا مين اللي هيوصل القلعة قبل التاني، بس مكناش نعرفوا ان الشاي ده هو اللي هنعمل في الحادث. بوم، ده هنا التليفون طار فيها. الحمد لله يا جدعان. انا احمد هيتولك كام؟ تصور ايه؟ بص انا تصور ايه؟ قالش ايه يابا، احنا لسه عاملين حادثة. احنا هنودع دلوقتي. بصوا بقى هنا ده بقت عاملة ازاي. انا عايز اقول لكم ان انا الوحيد اللي اتصبت في الحادثة دي. بصوا ده بقت عاملة ازاي. شيل المكنة دي، المكنة ماشية من غير مفتاح، مستني ايه اللي يحصل. لا هو صح فعلا، هي المكنة كانت ماشية من غير مفتاح، يعني مش عارف احنا كنا مستنيين ايه منها. بصوا يا جدعان، اول فلوج يا جدعان وحصل كده. امال في بقيته، امال في بقيه البلوجات اللي هيحصل. ايوه بصوا ده بقت عامله ازاي؟ يلا الحمد لله، استنوا بقى يا اخواتي الفلوجات اللي جايه دمار.